وزراء الخارجية الأفارقة يواصلون اليوم الثاني اجتماعات مجلسهم التنفيذي في أديس أبابا بمشاركة سامح شكري تمهيدا للقمة التي تنطلق الأحد بمشاركة الرئيس السيسي. الأمم المتحدة تعلن توصل طرفي النزاع اليمني إلى اتفاق مبدئي لإعادة انتشار المقاتلين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية. مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا تدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة لحل الأزمة، وما دوره يتهم ترامب بالسعي لتعطيل الحوار واختيار القوة بديلا له. عشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من النيل، أهلا بكم والبداية بعد الفاصل. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الأسبوع المقبل في أعمال الدورة 32 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، والتي ستعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تحظى هذه القمة بأهمية خاصة، حيث إنها ستشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم خلال رئاسته للاتحاد العمل على دفع جهود التكامل والاندماج الاقتصادي بين الأشقاء الأفارقة، سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية. شارك وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم في اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في دورته 34 والمنعقدة حاليا بأديس أبابا، تمهيدا لأعمال القمة 32 التي تنطلق بعد غد. ويناقش الوزراء في جلسات مغلقة على مدار اليوم تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي واللجان المختصة. وكان الوزراء الأفارقة قد بحثوا خلال اجتماعاتهم في اليوم الأول عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ويناصر عملية إعادة الإعمار في مناطق النزاعات في إفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامش أعمال القمة التي ستعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بأديس أبابا. في السياق ذاته، اعتبر رئيس برلمان عموم إفريقيا روجينا كودو دانغ رئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي حجرا جديدا في البناء الذي يشيده الزعماء الأفارقة لجعل إفريقيا قارة للتنمية والاستقرار والازدهار. وفي بيان بمناسبة رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي، قال دانغ أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستواصل الدفع بالقارة إلى الأمام.
لمزيد من التحليل والمتابعة معنا هاتفيا الأستاذة أسماء الحسين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصصة في الشأن الإفريقي. أستاذة أسماء، يعني بالتأكيد هي دورة مميزة لقمة رؤساء الاتحاد الإفريقي، دول حكومات الاتحاد الإفريقي، ستعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. برأيك أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة التي سيعلن فيها تولي مصر رئاسة الاتحاد لعام 2019؟ نعم، بالطبع مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد وتسلم مصر الرئاسة هي تعبر عن انتصار معنوي كبير لمصر حققته في سنوات قليلة، إذا ما قارنا الأوضاع الحالية بالوضع الذي كنا عليه في 30 يونيو 2013 عندما تم تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي. هناك جهد كبير بذل، وهناك تأكيد على أن مزيد من الجهود ستبذل من مصر خلال العام الحالي والأعوام القادمة من أجل تعميق التعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق مصالح كبيرة لمصر مع أشقائها وشقيقتها في أفريقيا. رئاسة مصر للقمة الأفريقية ستمثل عامل دفع لتحقيق تعاون أكبر مع الدول الأفريقية وتعطي زخم لعلاقاتنا مع كل دولة على حدة، وهذا يتضح من اللقاءات التي يجريها حاليا سيد وزير الخارجية في أديس أبابا. هناك انفتاح كبير على كل الدول الأفريقية ولقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات، وبالطبع سيكون ذلك أيضا يكتسب زخم داخلي في مصر للتأكيد على انتمائنا لأفريقيا والعمل من أجل التعاون والدفع بشبابنا ومؤسساتنا جميعا نحو التعاون مع القارة الأفريقية. تمام، أشكرك أستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصصة في الشأن الإفريقي. أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان في لقاء خاص مع قناة النيل أن الاجتماع الموسع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة كان مثمرا وله صدى كبير عند شباب المحافظة. كان لقاء مثمر جدا، وفي نفس الوقت كان يمكن تاني تجربة بعد الوادي الجديد، كان لها صدى عظيم قوي مع شباب بورسعيد والأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية. الصدى العظيم دوت ان هم لأول مرة الشباب بورسعيد والأجهزة التنفيذية وحتى الأجهزة الشعبية ان يشوفوا صياغة القرار بتتم ازاي. الحوار اللي كان بيتم مع السيد الرئيس، مع السادة الوزراء، ومع المسؤول، وبنشارك الشباب عشان سيادة الرئيس ياخد قرار ودي التوجيهات. أول مرة الشباب يشوفوا صياغة القرار بتتم إزاي. الحاجة التانية إن الشباب فوجئ إن القيادة السياسية وسيادة الرئيس يعرف كل كبيرة وصغيرة عن مشاكل المحافظة. الحاجة الثالثة والأهم من كده، النقاش اللي بيدور بين سيادة الرئيس ودورة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين عشان خاطر نوفر الخدمة المميزة للمواطن، ده كان ليه صدى كبير قوي قوي قوي. كما أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن الاجتماع ركز على الإنجازات التي تشهدها المحافظة، منها مدينة السلام مصر بشرق بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة تتأهل لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة. مدينة السلام مصر اللي هي في شرق بورسعيد، مدينة السلام مصر دي حاجة عظيمة قوي. احنا لما بنقول مينا واحدة بتبنى في محافظة أو في مدينة بنقول حياة، لما نقول سنغافورة بنقول مينا سنغافورة، هي اللي أنشأت سنغافورة كلها باقتصاد سنغافورة كله. لما تكون محافظة بورسعيد اللي هي مساحتها 1345 كيلومتر، تعداد سكانها ما بيكملش المليون، يعني موازية تقريبا لسنغافورة، وفيها مكان المينا 2 مينا، مينا غرب بورسعيد وأكبر مينا محوري في الشرق الأوسط بيتم تنفيذه لحد الآن. بدل المنطقة الصناعية الواحدة 2 منطقة حرة صناعية، المنطقة الحرة الصناعية اللي في شرق بورسعيد اللي على مساحة 93 مليون متر مربع تم تنفيذ المرحلة الأولى منها. المنطقة الصناعية الثانية اللي هي موجودة في غرب بورسعيد للاستثمار. من بورسعيد يا فندم بيصدر أكثر من 42% من حجم صادرات مصر من ملابس الجاهزة. لما يبقى بورسعيد مساحتها ديت فيها 4 مناطق صناعية منهم 2 منطقة حرة صناعية فيها 2 منطقة لوجستية، هيبقى شكل إيه بعد سنة؟ عشان كده بورسعيد السيد فارس اطلق عليها قاطره تنميه مصر، ودي حقيقه فعلا. طيب عشان كده بورسعيد بتؤهل وبتجهز انها تستقبل الكيانات الاقتصاديه العملاقه.
من خلال ايه؟ من خلال جميع اجهزه الدوله. وهذه الصحه ان احنا اول محافظه هيتم فيها منظومه التامين الصحي الشامل. أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على تسوية مبدئية لإعادة انتشار المقاتلين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك إن طرفين سيرفعان التسوية إلى مسؤولي طرفي النزاع على أن تجرى محادثات جديدة الأسبوع المقبل بإشراف أممي بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إعادة الانتشار. بعد تعثر اتفاق السويد نتيجة عراقيل جماعة الحوثي المتمردة، توصل وفداء الحكومة والمتمردين الحوثيين في اليمن إلى تسوية مبدئية بشأن سبل تنفيذ هدنة واتفاق لسحب القوات من ميناء الحديدة. وأعلنت الأمم المتحدة في أعقاب مباحثات استمرت 3 أيام أنه تم الاتفاق على حل وسط أولي، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مشاورات لاحقة للطرفين مع قادتهما. واحترم الطرفان الهدنة في الحديدة إلى حد كبير منذ بدء سريانها في ديسمبر الماضي، لكن استمرت مناوشات بين حركة الحوثي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية. وأضافت الأمم المتحدة أن الطرفين تعاملا بشكل بناء لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية، لكن التحديات لا تزال قائمة. ومن المقرر استئناف المباحثات الأسبوع المقبل لإتمام تفاصيل إعادة الانتشار. وكان الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة الجنرال لوليس جارد قد عقد أول اجتماع الثلاثاء الماضي بحضور ممثل الحكومة والحوثيين، مستكملا عمل رئيس اللجنة السابق الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي استقال من مهمته بسبب عراقيل الحوثيين. وتسعى الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق في الحديدة، وهي نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن، وذلك في إطار جهود لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ودفعت ملايين آخرين إلى شفا الجوع. نفى مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة توم كروسون تحديد البنتاغون موعدا لسحب القوات الأمريكية من سوريا، مشددا على أن إجراءات خروج الجنود الأمريكيين تنفذ وفقا لأجندة وتنسيق مع الحلفاء. وأوضح كروسون أن عدم الإعلان عن جدول زمني للانسحاب من سوريا مرتبط بتوجيهات القادة العسكريين للانتهاء من القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي وضمان آليات استقرار تتبع عمليات الانسحاب غير المحددة الموعد حتى الآن. كانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن الجيش يعد لانسحاب كامل القوات من سوريا بحلول نهاية إبريل المقبل. وصلت قافلة للنازحين السوريين إلى شرق سوريا هاربا من مناطق الاشتباكات الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش. من ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة إن أكبر قافلة مساعدات إنسانية تابعة للمنظمة الدولية وصلت إلى مخيم الركبان الذي يضم نحو 50,000 نازح. مع احتدام المعركة الأخيرة ضد تنظيم داعش ومحاصرته في جيب بمدينة هجين في شمال سوريا، تتواصل عمليات نقل المدنيين إلى مناطق أكثر أمنا في الشرق، وتقدر أعداد النازحين الفارين من مناطق سيطرة داعش لأكثر من 30,000 مدني تم نقلهم إلى مخيم في شمال شرق سوريا. ويشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى وجود نحو 4,000 مقاتل في صفوف تنظيم داعش تسيطر على جيب صغير في محيط بلدة هجين قرب الحدود مع العراق. من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة وصول أكبر قافلة مساعدات في سوريا إلى مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية من الغذاء والدواء. هذه هي القافلة الثانية الأكبر للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري خلال الأعوام الأخيرة في سوريا، وتضم القافلة المساعدات الأساسية من الطعام والملابس والأغطية والأدوية. ويعيش في مخيم ركبان ما يصل إلى 50,000 نازح، ويقع المخيم قرب قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق والأردن،
وخلال الأشهر الأخيرة تسبب نقص الغذاء والدواء في وفاة العشرات من النازحين بالمخيم. يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 46 من مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي تحمل شعار لن نساوم على كسر الحصار. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي إلى المشاركة الواسعة في المسيرات بمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة. وشددت الهيئة الوطنية على أن خطوة كسر الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني خطوة ضرورية. كما عاهدت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني بأنها لن تساوم على الحقوق أو الثوابت. اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو رئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي لإحباط مبادرة حوار اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية لحل الأزمة في البلاد. وأضاف مادورو أنه ينبغي على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لصالح فنزويلا، مشيرا إلى أن رفض الحوار يعني اختيار القوة مسارا للأزمة بدلا من الحلول السلمية. دعت الدول الأوروبية والأمريكية واللاتينية خلال أول اجتماع لمجموعة اتصال دولية حول فنزويلا في أوروغواي إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية في هذا البلد بهدف تفادي زعزعة استقرار المنطقة. ودعت مجموعة الاتصال في إعلانها الختامي الذي وقعته الدول المشاركة باستثناء بوليفيا والمكسيك إلى وضع مقاربة دولية مشتركة لدعم حل سلمي وسياسي وديمقراطي وفنزويلي خالص للأزمة، مع استبعاد استخدام القوة، وذلك عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية متوافقة مع الدستور الفنزويلي. حضر الاجتماع الاتحاد الأوروبي وثمانية دول أوروبية وخمسة بلدان من أمريكا اللاتينية. أعلن زعيم حزبي أن شقيقة الكبرى لملك تايلاند ستترشح لمنصب رئيسة الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة والمقررة في 24 من مارس المقبل، وهذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يترشح فيها عضو من العائلة المالكة لهذا المنصب منذ أن أصبحت تايلاند ملكية دستورية في عام 1932. ويخضع الحزب لنفوذ تاكسين شيناواترا رئيس الحكومة السابق الملياردير المقيم في المنفى الاختياري والذي يقع في قلب انقسام سياسي مرير منذ عقود. وكانت الأميرة البالغة من العمر 67 عاما قد تم تجريدها من لقبها الملكي عندما تزوجت مواطنا أمريكيا عام 1972 وعادت إلى تايلاند مرة أخرى بعد طلاقها، على الرغم من عدم استعادة لقبها الرسمي لكنها تعامل كسائر أفراد عائلة المالكة. كشف البرلمان الأسترالي أن شبكة حواسيبه تعرضت للاختراق وإلى حادثة أمنية غير محددة مؤكدا فتح تحقيق. وقالت سلطات البرلمان أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات لحماية الشبكة ومستخدميها، مضيفة أنه ليس هناك أدلة تشير إلى أن ما حدث محاولة للتأثير على نتائج عمليات برلمانية أو عرقلة عمليات انتخابية أو سياسية أو التأثير عليها. من جانبها أكدت مديرية الإشارات الأسترالية أنها تتعاون مع البرلمان للرد على الهجوم، ما يؤشر إلى ضلوع فاعلين متورطين في المسألة. اتفقت كل من بروكسل ولندن على إجراء مباحثات جديدة لإخراج بريكزيت من الطريق المسدود، وذلك إثر محادثات وصفت بأنها صعبة بين المسؤولين الأوروبيين ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في بروكسل، وإثر سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وصفت ماي محادثاتها بأنها كانت صعبة لكن بناءة، مؤكدة أنها ستعمل على أن يتم اتفاق بريكزيت في موعده المقرر.
المصافحة الفاترة أمام الكاميرات بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لم تخفي التوتر بين الجانبين قبل 50 يوما فقط من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد. ذهبت ماي إلى بروكسل كي تناشد زعماء الاتحاد الأوروبي لتغيير اتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه العام الماضي بهدف تمريره في مجلس العموم بعدما تضاءلت آمال موافقة النواب عليه. ماي أخبرت كل من يانكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني أنها تريد العمل بشكل عاجل معهم لإدخال تعديلات على الاتفاق المبرم في نوفمبر، لكن الاتحاد الأوروبي رفض مجددا إعادة التفاوض، ووصف يونكر الاتفاق بأنه حل وسط يتسم بالتوازن الدقيق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، غير أن يونكر أعرب عن استعداده لإضافة عبارات للإعلان السياسي الذي اتفقت عليه بروكسل ولندن حول العلاقات السياسية بينهما. اتفق الزعيمان ماي ويونكر على إجراء محادثات جديدة قبل نهاية فبراير الجاري لمعرفة ما إذا كان يمكن إيجاد سبيل يحظى بأوسع تأييد ممكن في البرلمان البريطاني ويحترم التوجيهات التي اتفق عليها في المجلس الأوروبي. ماي كانت تأمل في تغيير البند المعروف بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لأنه يستلزم بقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهي الحدود التي كانت محط الأنظار في العنف الطائفي سابقا، لكن زعماء الاتحاد الأوروبي يرون أنه من المستحيل تغيير هذا البند لأن الأمر يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في عام 1998 ليس لإنهاء الاضطرابات في أيرلندا الشمالية فحسب، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل وهو السوق الواحدة. وتعود ماي إلى البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مفاوضات الانفصال، ومن المرجح أن يجري البرلمان تصويتا على اتفاق الانفصال في وقت لاحق من الشهر الجاري. محليا، أنشئ أول متحف متخصص للكاريكاتير في منطقة الشرق الأوسط على ضفاف بحيرة قارون بقرية تونس بمحافظة الفيوم. يمثل المتحف تاريخ الكاريكاتير المصري منذ بدايته وحتى الآن. فنان تشكيلي مصري من مواليد محافظة الدقهلية شارك في العشرات من المعارض الفنية وفاز بالعديد من الجوائز المحلية والدولية. إنه الفنان محمد عبلة الذي اكتسب مكانة متميزة بتشابكه مع الواقع. كسر جدار العزلة الذي يقف بين الفنان والجمهور وتصدى لقضاياهم وهمومهم. أنشأ أول متحف متخصص للكاريكاتير في منطقة الشرق الأوسط على ضفاف بحيرة قارون بقرية تونس في محافظة الفيوم. الفنان محمد عبلة يعني مشكورا، عمل كويس جدا اللي هو المركز اللي في الفيوم، شامل ورش للجرافيك وورش للنحت وورش للخزف وورش لرسوم الأطفال. قدرة محترمة جدا، وأنا بعتبر كل اللي ساهموا في التجربة دي تتم وتكمل إن هم عملوا عمل عظيم الحقيقة، وبدعوا كل الناس فعلا إنها ما يفوتهاش المهرجان ده، لأن أنا بعتبرها احتفالية ثقافية فنية على مستوى عالي جدا. وممكن تكون ناس كتير ما تعرفش بالحكاية دي، لكن أنا شايف إن هي فعلا من أهم الملتقيات الثقافية والفنية اللي بتحصل في مصر. درس عبلة في كلية الفنون الجميلة وسافر إلى الخارج ليكمل دراسته الفنية في بريطانيا وألمانيا. يعد متحف محمد عبلة هو الوحيد في مصر والمنطقة العربية، ويتوافد عليه محبو الكاريكاتير من مختلف دول العالم، فضلا عن أن هناك العديد ممن يقومون بعمل رسائل ماجستير ودكتوراه يستعينون بمتحف عبلة. من الوقت أنا عملت متحف للكاريكاتير زي ما احنا شايفين، نفسي بقى يعني في آخر العمر كده أعمل متحف لنفسي لشغلي يعني، فدي طموح بقى أنا بشتغل عليه الوقت يعني، يبقى عندي متحف لأعمالي يعني. هو أنا بالنسبة لي الفكرة بتيجي من الحياة نفسها، أن أنا بمشي في الشوارع وبتكلم مع الناس وبسافر كتير جدا جوا مصر وبره مصر، أنا يعني بسافر أكتر من 4 شهور في السنة، بجمع أفكار يعني من خلال الحياة نفسها وعلاقتي بالناس والسفر والترحال،
والقراية بقى ومشاهدة الأفلام والحاجات دي كلها. السينما طبعا من الحاجات اللي بتستهويني جدا وبستمد منها أفكار كتير، وأنا كمان بدرس في معهد السينما فعلاقتي بالسينما قوية. المتحف يضم أكثر من 500 كاريكاتير لأشهر فناني الكاريكاتير، ويضم أيضا المتحف تاريخ الكاريكاتير المصري منذ بدايته وحتى الآن التي رصدت تاريخ مصر وتطوراتها السياسية والاجتماعية المعاصرة، فضلا عن أبرز أعمال رسامي الكاريكاتير مثل صلاح جاهين ومصطفى حسين وحجازي وبهجوري، ويضم أيضا أعمال رسامي الكاريكاتير الأجانب الذين عاشوا في مصر. وختاما تذكرة بأبرز عناوين الساعة: وزراء الخارجية الأفارقة يواصلون اليوم الثاني اجتماعات مجلسهم التنفيذي بأديس أبابا بمشاركة سامح شكري، تمهيدا للقمة التي تنطلق الأحد بمشاركة الرئيس السيسي. الأمم المتحدة تعلن توصل طرفي نزاع اليمني إلى اتفاق مبدئي لإعادة انتشار المقاتلين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية. مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا تدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة لحل الأزمة، ومادورو يتهم ترامب بالسعي لتعطيل الحوار واختيار القوة بديلا له. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.